معنا الكابتن ضياء السيد، نعرف منه اخبار المنتخب. كابتن ضياء. كابتن مجدي ازي صحتك؟ اخبارك يا ابو الكباتن؟ ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. دلوقتي انت في كذا كذا سؤال الناس عايز تعرف، في ماتش مع البرازيل ولا مفيش، واخبار المنتخب ايه؟ قول لنا ايه الاخبار بالنسبه للماتشين 12 و 16 اللي هم في الاجنده الدوليه في اكتوبر شهر 10. الراجل المندوب الشركه الالمانيه اللي بعتت العروض بقى بالفاكس، واحنا ردينا بالموافقه بالفاكس وطلبنا ان هو يحضر الاتحاد، يعني الاستاذ الحاجين طلب انه يحضر عشان يقعد يتناقش في البنود ايه اللي احنا عايزينه وايه اللي هم عايزينه. والمفروض طيارته توصل النهارده 8:30، المفروض ان شاء الله يكون في ميعاد يوم من السبت. اعتقد ان الحاج عامر محدد انه هيقعد مع عمرو وهبي وهيقعد مع الاستاذ انور صالح اداره التعاقدات وهيتناقشوا في في البنود العقد، لكن ان شاء الله الامور تمشي بشكل كويس على مباراه البرازيل وتونس باذن الله. طب موضوع الشركه الراعيه مع 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 المنتخب، هل هتبقى الامور مع الاتحاد والمنتخب مباشره؟ ما فيش شركه راعيه في النص. بص يا كابتن، بالنسبه للشركه الراعيه خلال فتره التوقف اللي فاتت اللي ما كانش فيها لا دوري ولا فرق ولا اجندات دوليه، ايوه انا بقول ان الشركه الراعيه وقفت جنبنا وقفه محترمه جدا، انه احنا ما كانش فيه اجندات دوليه، ما كانش فيه دوريات ولعبنا مباريات اعدتنا بشكل كبير جدا للمباريات المنافسات اللي احنا لعبناها. وعايز اقول انه دي كانت فتره فعلا الشركه الراعيه وقفت معانا فيها. بعتقد انه في بعض المشاكل او في مشاكل بينها بين الشركه واتحاد الكره في حاجات معينه انا ما اعرفهاش. الحاجه الوحيده اللي ما كانش فيها توفيق بالنسبه للشركه الراعيه معانا كجهاز فني وكمنتخب ماتشين بنين والكاميرون، في حاجات كتير قوي داخله فيها انا ما اعرفش اسبابها الحقيقيه المعلنه ايه، لانه الاتصال حصل. ايه اللي اتقال لك في الغاء المباراتين يا كابتن؟ انا هقول لحضرتك، اما اتقال لي انا مش عارف ايه السبب. لما احنا طلبنا قعدنا اجتماع مع الشركه ومع الحاج عامر وطلبنا كانت اجنده شهر 9 7 و11 فطلبنا يوم 7 ماتشين 7 و11 ماتشين من مستوى اول. فكان الحاج عامر كان عايز يعمل ماتش السوبر يوم 8 فطلب مننا ان احنا نستاذننا يعني احنا نلعب من غير لعيبه الاهلي وانبي، فقلنا خلاص نلعب ماتش 7 بدو مستوى تاني وماتش 11 مستوى اول. فالشركه مشكوره عرضت علينا بنين والكاميرون فوافقنا، كل ده كتابيا يعني اوكي من خلال خطابات يعني فوافقنا وحتى جات لنا في الاتحاد موجوده موافقه الاتحاد البنيني والاتحاد الكاميروني، وانت عارف الاجراءات ان انت لازم تختار الكاف وبتختار الاتحاد الدولي بالظبط كده الاجنده. اخترنا وعملنا كل الحاجات دي وكل الاجراءات دي. كان ماتش بنين اعتذرت قبلها بيوم، كان الاقتحام بتاع الالتراس للاتحاد الكره، وعرفت اللي عرفته من الـ من الـ من الاخبار ومن الجرايد انها اعتذروا عشان خايفين او دواعي امنيه او الحاجات دي كلها. لكن السبب الحقيقي انا ما اعرفوش. وكاميرون كان الاستاذ عمرو طلب قال لازم جواب داخليه لان هم خايفين. فجبنا جواب الداخليه، اتكلمت الحاج عامر واتصل بالوزير عمرو فاروق وراحوا وزير الداخليه واداهم خطاب الامن واتبعت للشركه الراعيه، لكن الحاج عامر قال لي ان الشركه الراعيه عمرو قال انا مش قادر انظم المباراه. حاولنا نتصل بالكاميرون قالوا احنا عندنا مباريات البرازيل والسعوديه وتونس شركه المانيه، فموضوع الاتحادات خلاص ما عادتش الاتحادات بتتكلم مع الاتحادات دلوقتي خالص. مظبوط يا كابتن مظبوط. فانا اللي انا عايز اقوله انا بقول ما ليا وما عليا، الشركه الراعيه وقفت معانا بشكل كبير جدا في الفترات اللي كان فيها توقف وعملنا فيها استعدادات، الماتشات اللي لعبناها كلها خارج مصر. طب انتوا فضيتوا تحديدا، احنا طبعا كنا متضايقين جدا لانها اجنده مهمه طبعا وضيعت فرصه بالظبط. طيب كابتن ضياء يعني اول معسكر ليكم المفروض يبقى امتى؟ المفروض ان شاء الله 4 اكتوبر بس انه الماتش في طبعا ما فيش دوري فهنبتدي بدري شويه لكن المحترفين المفروض انهم هيجوا لنا يوم 8. مين المحترفين اللي انتوا عينيكوا عليهم او بتتفرجوا؟ كان معانا 10 في المعسكر اللي فات يا كابتن. فكانت من ضمن الحاجات اللي ضايقت باب برادلي
ان احنا 10 لعيبه محترفه سابوا انديتهم وقلنا، وانت عارف، وقلنا عن حق لان دي اجنده دوليه. طبعا طبعا، عشان كده بقول لكم كنا نستفيد. المفروض ان دي من ضمن الحاجات اللي كانت مضايقه الراجل ومضايقانا يعني. فنتمنى انه من الاجنده اللي جايه ان شاء الله تتم على خير ونوفق في ان احنا نلعب المباراه. كابتن ضياء السيد، بشكرك المدرب العام لمنتخب مصر، بشكرك شكر جزيل.